الو مدام ندى؟ ايوه انا ندى، بس حبيت خبرك انه بنتك كل يوم عم تهرب من المدرسه واليوم هربانه كمان. انت شو عم تقولي؟ اي بتحبي تعرفي وينها؟ لوين؟ اكتبي العنوان عندك. قولي لي انا بحفظ بسرعه. بنتك عند واحد قال بيقربكم اسمه يامي. شو؟ بقى الحقيقه قبل ما تصير باحضانه وتخسريها يا مدام. على فكرة ما كنت جيت لعندك اليوم لو ما تأكدت إنه زوجك ماله جاي من السفر. وأنا كمان ما كنت تلفنت لك لو ما كنت متأكدة إنه هو حيضل ببيروت. منيح اللي بعتي لنا بنتك عبيت عمها تنام عنده، خليني أنا نام عندك كمان. أنا عملت هيك أصلاً لأني مشتاقة لك. وأنا مشتاقة لك كثير يا روي. بصحتك.
ماما وينك؟ غيري ثيابك وسبقيني عن بيت عمك، أنا جاي. إلا بنتي، إلا بنتي. ألو بسمة، ماما أنا عازمتك على الغداء، جهزي لي حالك.